تحاول القوات الروسية الدخول إلى الشرق بشكل أكبر، والهدف محاولة عزل القوات الأوكرانية المتمركزة مقابل المناطق التي تحتلها في منطقة دونباس. ولتحقيق ذلك الهدف تتحرك القوات الروسية جنوبا من المنطقة القريبة من خاركيف كما نشاهد في الخارطة، ومن المتوقع أيضا أن تتقدم شمالا من ماريوبول في حال سيطرت على المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة على بحر أزوف. كما كثفت القوات الروسية الضربات والحشد حول مدينة إيزيوم، كما يمكن أن تحاول القوات الروسية الاستيلاء على دنيبرو المدينة الجنوبية الشرقية على نهر دنيبر، ومحاولة شن هجوم جديد على كييف إن استتب لها ما تريد شرقا، أمر إن تحقق فقد تحاول موسكو دفع قواتها نحو الغرب مرة أخرى للسيطرة على أوديسا آخر ميناء أوكراني على البحر الأسود.